بسم الله الرحمن الرحيم. الجنيد كان من أئمة الصوفية وكان من المعتدلين، مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا في مجموع الفتاوى. المهم رآه رجل يقال له جعفر الخلدي في المنام، فقال رأيت الجنيد في النوم، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال الجنيد طاحت تلك الإشارات، اللي هي الرموز والأشياء اللي هي يفعلها بعض الصوفية، طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. ما بينفعش إلا اتباع السنة والكتاب. رحم الله الجنيد ورحمنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.